السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع قوي جدا، بتقدر تعمل الموقع بتاعك بالذكاء الاصطناعي، من ناحية ان انت ممكن تختار عايز صورة معينة فهعمل لك الصورة دي بالذكاء الاصطناعي، عايز محتوى معين يعمل لك المحتوى ده بالذكاء الاصطناعي. يعني ممكن مثلا تعمل مدونة بتاعتك خاصة بالسيارات وانت مهتم بالسيارات، لكن صعب تقعد تكتب كلام متجدد، فهو هتختار بس العنوان يبدأ ان هو يكتب لك عن السيارات. ممكن مثلا موبايلات، ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن تجيلك عليها اعلانات، يعني هتعمل برامج هندسيه مش هتبقى موجوديه، لكن الحاجات اللي البابليك او الحاجات المنتشره عند الناس كلها زي السيارات، العربيات، المجوهرات، الحاجات دي ممكن تكون مدونه تسمع، وبالذات لو هي باللغه الانجليزيه. تقدر تعمل مثلا اللوجو، عايز تختار لوجو فهو هيساعدك في ان انت تعمل لوجو، عايز تعمل صورة معينة عشان تقوي المقالة بتاعتك تقدر تعمله برضو بالذكاء الاصطناعي في الموقع دوت. ممكن تعمل محتوى تقول له اعمل لي مثلا حاجة عن الملابس، يبدأ ان هو يعمل لك المحتوى بتاعك على طول. فزي ما انت شايف فيه مزايا، وهو كان سهل جدا. خلينا مثلا نقول له احنا تعال نشوف الاسعار، ممكن مجاني تماما، فري ويب سايت هوستنج، بوكينج سيستم، بلوج، تمام، لكن مش هيبقى فيه اي اي بلوجين. لو بفلوس هيبقى فيه كل المزايا دي، تقدر تحط صور زي ما انت عايز، تقدر تعمل انليمتد ايمج ابلود، تقدر ترفع صور زي ما انت عايز، وهتبقى عندك مدونة. المدونة هتصرف على نفسها، يعني بعد فترة اللي هيجيلك من الاعلانات تقدر ان انت تدفع منه المبلغ الشهري او المبلغ السنوي اللي هتدفعه للموقع دوت. طيب خلينا نقول له لوج ان، هيسألك بعض الأسئلة. طب انت عايز تعمل ايه، مدونة ولا اونلاين ستور؟ طيب المدونة دي هتبقى عن ايه، مثلا سويمنج بلوج ولا رننج بلوج، زي ما انت عايز. المجال اللي انت مهتم بيه هو هيساعدك بقى، بيقول لك ايه الكاتيجوري اللي تقدر توصف بيها، هو بقى هيقدر اي معلومة ناقصة هو يبدأ ان هو يعملها لك، تمام. طيب كانك بتسأل شات جي بي تي، بس هو انا مديك اختيارات بدل ما تكتب، ممكن تختار على طول اسهل لك، تمام. سيرفيس اريا ولا بيزنس ادرس ولا اونلاين بيزنس اونلي، عايز تسميه ايه؟ احنا كنا قلنا سويمنج بول، طيب خلاص سويمنج. فبرضه كده طول ما انت شغال محتاج صورة، محتاج تكست، محتاج اي حاجة يعملهالك على طول، بدل ما تقعد كل شوية تسيب المدونة وتروح لشات جي بي تي او تروح لليوناردو عشان يعملك صور، ده يساعدك. هيتصل بك من خلال ايه، ماشي، هيطلب منك بقى الايميل على اساس ان هو ايه يبدأ الناس لو حد عايز يتصل بيك يتصل. طيب هنا بقى عايز انهي شكل المدونة، الله ده حط لي الصور، ده حط لي التكست، ده عمل يعني قطع لك شوط حلو جدا، ماشي. بيقول لك الكالر اللي انت عايزها، الفونت. هنا بقى انت مش هتكتب برمجة، هو اللي هيكتب لك البرمجة اللي انت تكتبه، البرمجة دي موجودة في الخلفية انت مش واخد بالك منها، فما تقلقش من حاجة خالص، مش مطلوب منك اي حاجة خالص. تمام. طيب بيقول لك ان انت تقدر تاخد تخفيض وحاجات زي كده، تدفع $75 بس في السنة كلها، ماشي. ده الموقع اهو، زي ما انت شايف التعديل سهل، يعني ممكن اجي كده وتكتب زي ما انت عايز، ماشي، وممكن تقول له انا عايزها مثلا بولد او كذا، تقدر تتحكم في الحاجات. اي اي رايتر ده كانك واحد الذكاء الصناعي، تقول له بقى ايه اكتب لي انت بقى المقالة، اكتبه بشكل نورمال او بشكل فورمال او بشكل فريندلي وهكذا. لو جملة ما عجبتكش قول له اعد الصياغة، تمام. طيب خلاص، هي دي اللي عجبك،
ريبليس، تمام، كله بقى بالذكاء الاصطناعي. يعني المدونة هتخلص معاك بسهولة، أي صورة أنت عايزها تقدر تقول له إيه أي، خلاص الذكاء الاصطناعي يعملها لك. واو، ماشي. ف كل حاجة، التكست، الصور، كل حاجة تعمل بالذكاء الاصطناعي بسهولة. فده من المواقع اللي عجبتني جدا في طريقة السهولة الديزاين. طب انا عايز الايكون، ارفع الايكون او اختار اي شكل من اللي انت عايزه، اديت تلاقي حاجة انت عايزها، لو انت عايز تخلي فيه حركة معينة، تمام. ده طبعا هيدي تأثير حلو، لكن هيبقى فيه مشكلة في البطء شوية، لو الناس عندها نت بطيء ممكن ما يكونوش مبسوطين. بس ممكن بعد كده تقول له view website بحيث تشوف الموقع هيبقى عامل ازاي. اتمنى يعجبكم ان شاء الله، بالتوفيق.